وده تصريح نشر على لسان الأستاذ ثروت سويلم عضو رابطة الأندية. يعني ده تصريح قاله بنفسه صوت وصورة. قال إيه؟ عقوبة حسين الشحات نهائية ولن يتم تغليظ العقوبة. أقل من 6 ماتشات مش من حق حد يروح للجنة الانضباط ولا التظلمات. طيب ده برضو تصريح غريب جدا. ليه بقى؟ هو طبعا احنا عارفين كده كده لما حد يكون موقع عليه عقوبة إيقاف مباراة أو مباراتين زي ما بيحصل في الكاف والفيفا، بيبقى في حد أدنى وحد أقصى من العقوبات، وبيديك قرار أو حق في الاستئناف على الحد الأدنى والحد الأقصى. بدليل إن حتى الاتحاد الأفريقي لما بيديك غرامة 10,000 دولار يقولك مش من حقك تستأنف، لكن لو اداك غرامة كبيرة 100,000 دولار بيقولك استأنف عليها. نفس الأمر في القرارات المتعلقة بمنع حضور الجماهير، بإيقاف لاعبين. وليد أزارو في مرة لما خد ماتشين ما كانش من حق النادي الأهلي إنه يستأنف، ما كانش من حق مين؟ النادي الأهلي إنه يستأنف. طب تعالوا بقى نخش في تصريح الأستاذ ثروت سويلم. هو بيقول الكلام ده بناء على إيه؟ بناء على شكوى بيراميدز. يعني تخيلوا عقوبة صدرت ضد لاعب في النادي الأهلي وبيراميدز اللي بيطعن عليها. جديدة. والله العظيم جديدة. يا جماعة ما تضحكوش الناس علينا بره. هو وليد أزارو لما توقع عليه عقوبة بإيقاف مباراتين، الترجي اللي يطعن ولا الأهلي؟ هو حسين الشحات لاعب في الأهلي ولا لاعب في بيراميدز؟ يعني هو حسين الشحات خد ماتشين، بيراميدز اللي يطعن؟ أنتوا يا جماعة بتتكلموا جد ولا بتهزروا؟ لا وتطلع تقول لي أصل مش من حق اللي الرابطة أو التظلمات تغلظ العقوبة 6 مباريات عشان هي الماتشين ما فيهمش استئناف. أنت بتتكلم في إيه يا فندم؟ يا فندم بيراميدز اللي يستأنف؟ يا فندم ده لاعب في النادي الاهلي مش لاعب في نادي بيراميدز، ده الاهلي اللي يستأنف، الاهلي اللي يستأنف. وبرده كان جالنا خبر من يومين، انا عايز اتاكد من صحته، الخبر ده صح ولا غلط؟ الخبر ده يا جماعه صح ولا غلط؟ رابطه الانديه احالت شكوى بيراميدز للجنه التظلمات. يا نهار ابيض يا جماعه انتوا بتهزروا، يعني ايه يحول شكوى بيراميدز للجنه الانضباط؟ ليه؟ قال لك عشان مش عاجبه المباراتين الايقاف. ايوه ليه؟ لا وبيتظلم منها، بيتظلم منها ليه؟ وحسين الشحات بيلعب في بيراميدز. يا جماعه ده لاعب في النادي الاهلي، من حق الاهلي ان هو يتظلم، مش من حق بيراميدز. بيراميدز لو عايز يقدم شكوى يقدم شكوى جديده بوقائع جديده للجنه الانضباط مثلا، للجنه المسابقات، لاي حد هو عايز يقدم له. ولو في وقائع جديده يصدر ضدها يصدر من خلالها عقوبات، لكن لنفس الوقائع هي اللي حسين يتعاقب عليها شكوى في الدرج وتتقفل وتتحط ولا لها اي معنى. لكن تقول لي حسين خد ماتشين فبيراميدز اللي يطعن؟ لا يعني احنا في الشغلانه دي من سنين على فكره، فيعني الكلام ده ما ينفعش. يا جماعه الناس اللي قاعده على كراسي ومسؤوله لازم تبقى بتفهم هي بتقول ايه وهي بتصدر كلامها للراي العام. تقول لي بيراميدز هيطعن على عقوبه حسين الشحات وبيطالب بتغليظها، وتقول لا مش من حق كمان ان يتم تغليظها 6 ماتشات لان العقوبه مباراتين، هو اصلا مش من حق بيراميدز يروح للتظلمات لان ده لاعب في النادي الاهلي مش لاعب في نادي بيراميدز. يا جماعه يعني لعيب في الاهلي يتعاقب في افريقيا، الاهلي اللي يطعن؟ لا الهلال السوداني هو اللي يطعن. يعني ازاي؟ لا يعني يا جماعه دوروا الكلام قبل ما تقولوه، يعني ضروري يا جماعه والله دوروا الكلام قبل ما تقولوه، لان الكلام ده لما بيتقري بره احنا شكلنا بقى وحش قوي. عرفتوا ليه الاهلي كان بيتكلم في خطابه امبارح على الموسم اللي جاي؟ لان الفتره اللي جايه لا فيها حاجات ربنا يستر، والله العظيم بجد ربنا يستر. الفترة اللي جاية ربنا يستر من كل الجوانب. والجانب التحكيمي الأسبوع اللي جاي عندي ليكم مفاجآت فيه، زي ما قلت قبل كده دايما في الملف ده الحمد لله بنحاول نقدم ليكم معلومات تفيد المنظومة والقروية في مصر وتفيد منظومة التحكيم، عشان في الآخر ده بينعكس على الكل، الأهلي والزمالك وكل الأندية. احنا بنشتغل للرأي العام للصالح العام، والله والله العظيم بنشتغل للصالح العام. وكل الكلام ده بنقوله والاهلي فايز بالدوري وبافريقيا وبالسوبر وبالكاس وعنده كاس عالم انديه، وحتى لما كان عنده مشاكل مع الاتحاد الدولي كان دايما النادي الاهلي بياخد خطوات. عموما ماتش الاهلي والمصري بعد 3 ساعات من الان، ماتش الساعه 8:30 اخر مباراه في الدوري، لسه عندنا ماتشين في الكاس بس الحمد لله هانت كلها، يعني بنتكلم في 180 دقيقه ونخلص الموسم بالكامل بخلاف ماتش المصري النهارده. كل